هذا مجرد تشخيص بسيط للداء وفصول المعاملة التي أرادت أن تأكل الثورة. ليست القضية قضية اغتيال فحسب. ليلبس الثورة بهذا المفهوم إنها مؤامرة كبرى، والتلقع باتخاذ قرار الحسب الثوري من قبل شباب الثورة سيقود البلد إلى هاوية في ظل الأزمات التي يختلقها النظام. مع ركود الثوار، إن انتظار الثوار للوصاية الخارجية هو أكبر عائق أمام انتصار الثورة. إنه عائق أكبر من عائق القوة التي بيد الأسرة الحاكمة، أكبر من قوة الحرس الجمهوري والخاص والأمن المركزي. انتظار الوصاية الخارجية، الحسم الثوري أو ردة فعل مدوية تخلق ثورة مضادة، والله ستخلق من ثلج الثورة الأم، ستأكل الأخضر واليابس وتهدم كل ما بناه المصلحون في الساحات وكل ما زرعوه من البأس في النفوس. إذا سبحت الثورة من جديد بعد كلمة صالح المحل